بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات هننتظرها اصحابي تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اليوم مسوين وصفه مميزه، وهي السبرينكل او الشوكولاته فارماسيل مثل ما بنقول عليها، اللي بنزين بيها الكيك والكب كيكس والحلويات منه وكده. سهلة وسريعة بدون ما نشتريها، وأسعارها غالية جدا على الرغم ان هي بتتعمل بمكون واحد بس في البيت، بطريقة سهلة وسريعة جدا ما بتاخد مننا اي مجهود ولا اي حاجة. فوفري واعمليها في البيت بإذن الله. وصفة مظبوطة ان شاء الله تعجبكم وتنول على رضاكم، بس ما تنسوناش في اللايكات والشير للفيديو لو سمحتوا. اتمنى لكم فرجة ممتعة للفيديو. خلونا ننتقل للمقادير وطريقة التحضير. نبدأ مقادير السبرينكل. عندي هنا سكر بودر مطحون اهو مثل ما انتم شايفين، ونخلينه كويس جدا. عندي اي الوان طعام احنا نردها. عندي هناخد قطرات ماء، وعندي اكياس الكريمه اللي هي بتاعت كريم شانتيه. كل اللي هنسويه الحين هناخد بس نقاط من الماء اهي، وهنبدأ ندوب السكر. لسه محتاج شوية تاني اهو، ما نحطش ماء كتير بس قطرات لان السكر بيدوب بسرعة اهو. محتاج نقطة كمان الحين القوام كويس، ومحتاج نقطة كمان بس انا هقسم الخليط هذا اهو مثل ما انتم شايفين، وهضيف عليه لون. فانا لو مش هضيف لون وهخليه ابيض بس، هضيف قطرتين ماي كمان. الحين هقسمه نصين واضيف عليه الالوان ونشوف تاني الخطوة التانية. والحين هذا شكل الخليط، اروهولكم قبل ما اهو شايفين ينزل خيط مستقيم كده قبل ما اعبيه في كيس الكريمة عشان تعرفوا القوام ماله اهو. وهذا اللون الاصفر، انا طبعا مسوية من قبل بالابيض والاحمر والاخضر، فحبيت اسوي اللونين هدول معاكم ونشوف. هعبيهم في اكياس الكريمه وهنشوف كيف طريقه التشكيل. هنا اصحابي انا صبيت المزيج مال السكر اللي سويناه مع بعض اهو. هنبدا نخرم بالتوث بيكس خرم بسيط بس اهو، وهنجيب الصينية عليها ورقة زبدة، وهنسوي خطوط اهي بالطول كده اهي كده اهي، خطوط كده بالطول اهي اهي، هذه خطوط اهي. مش مشكلة الشكل لان احنا بعد كده هنشوف هنسوي بيها ايه. لو احنا عايزين نسوي نقاط اهو، نقاط اهي، نقاط اهي اهي اهي، وهسوي اللون التاني ونرجع نشوف شكلها مع بعض. وهنا انا خلصت كله على ورق الزبدة اهو، عملت خطوط ونقاط واشياء. لازم نخليها يوم كامل حتى تجف، وبعدين نرجع نشوفكم ايش هنسوي الخطوة التانية. اصحابي شكل السبرينكل بعد ما جفت هنكسرها اهو بالوانها كلها، ونخليه واشوفكم في التقديم ان شاء الله. ورجعنا اصحابي بعد ما كسرنا السبرينكل مثل ما انتم شايفين، ونقدر نسويها يعني اي اشكال على قلب اي حاجه. ممكن تنزلي اي رسومات من الجوجل وتحطيها على ورقه الزبده وتمشي عليها بالكون من السكر اللي احنا سويناه، هيديكي نفس الاشكال. او اسهل حاجه مثل ما عملناها الخطوط الرفيعه، وبعدين نكسرها الصغير ونستخدمها في تزيين الكيك. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.